طريقة التعامل مع صلاح في المنتخب شايفها بوجود الكابتن حسام البدري وكابتن محمد بركات هيبقى أعتقد أنها ممكن تختلف شوية، لأن الأول ما كانتش بتتم بشكل احترافي. آه. وفي كمان حتى لو بعيد عن الاحترافية ممكن لا أحاول لك احترافين والله إحنا بنبعت في الوقت المناسب وبنجيبه وبنقعده مش الكلام ده كله، لأ. إحنا أحيانا اللاعب المصري بتاعنا بيحتاج معاملة خاصة. وليه لأ؟ زي ما أنت عندك ممكن يكون في أولادك ممكن يكون واحد فيه محتاج معاملة خاصة منك، مش شرط إنك تساوي بين أولادك كلهم في المعاملة. بطريقة التعامل، لا ممكن كل واحد يكون محتاج سنة حنية زيادة. واحد محتاج سنة دلع زيادة، واحد محتاج قرص زيادة. فمش شرط إن أنا أتعامل كله بمعايير واحدة. وبعدين إحنا من إمتى كان بيبقى عندنا نجم مسمع في أوروبا كده؟ مفيش. فلما يجي لي يعني ما أقعدش أتعامل معاه بالورقة والقلم. لا حتى لو عايز يتدلع يا سلام. دلعه مش حيبقى يعني دلعه هيبقى عايز اقول لك ايه زي العسل على القلب يعني. يعني مش عارف اقول لك ايه بس انا كنت يعني فكرت في حاجه كده، ليه ما راحش كابتن حسام البدري سافرش انجلترا يقعد مع صلاح هناك؟ كده كده عنده نجوم هناك من المنتخب. وحصل حاجه بين بدري وبين البدري وبين صلاح؟ لا مش قصدي يعني انا في الفتره اللي فاتت عدم التصويت لصلاح، صلاح كان زعلان عشان نتكلم بصراحه يعني. كنت افضل ان يبقى في رحله لمده 48 ساعه اطمن على حجازي واطمن على وتريزيجيه يعني في مبرر كبير ان انا اروح مثلا اسافر. يعني ايه العيب في كده او ايه الضرر في كده ان انا اروح واقعد؟ عارف حضرتك اما تقعد وتتكلم غير التليفونات، ما احنا لسه بنقول ان المعامله وال بالظبط حتى المروحه نفسها متفق معاك هتبقى يعني عارف فيها نوع من يعني التكريم، هيبقى ليها صدى وليها رد فعل قوي. متفق معاك وكان المفروض تبقى دي بدايه. وعشان كمان ان انا انقل له انقل له رساله، مش هقول بوجه له رساله، ان الامور تغيرت وان في جايين لك اهو وان في شكل جديد وده انا جاي لك لحد عندك جايين لك في بيتك وفي مكانك وفي الجو اللي انت عايش فيه. يلا بقى واعزمني واروح لتريزيجيه. ايوه بالظبط كده بالظبط كده مفيش مانع بالظبط كده. وهو ابن بلد على فكره، ده صلاح ده اطيب منه ما في. انت هتقول لي عليه يعني صلاح ده يعني ده ميه كده. لا لا انا عارف الحاجات دي بتلاقيه حط وشه في الارض والدنيا خلصت. وزي ما حوالك مش لو قلنا ان الكابتن حسام مشغول باعداده وبتاع واختيار اسماء والكلام ده كله وفي جهاز المعاون بيحضر ماتشات ومش فاضيين، كان ممكن يعملها محمد بركات.